أحبائي ورفقاتي طلاب الصف الخامس، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أحبائي، معكم الأستاذ عبد الرزاق أوثو، مدرس مادة الرياضيات الصف الخامس أو الماتماتيك بيش. رح نبلش اليوم يا أحبائي بالقسم الثاني من البحث الأول، واللي هو دواسيلر لإشلاملار، يعني يا أحبائي العمليات الرياضية أو الحسابية التي تطبق على الأعداد الطبيعية. طيب رح نبلش نحن هون بالعمليات الأساسية. شو العمليات الأساسية بالرياضيات عنا يا أحبائي؟ عنا التوبلما أو الجمع، التشكارما أو الطرح، الضرب أو التشاركما، القسمة أو البولما. فعندي هدول العمليات الأساسية في الرياضيات، فأنا رح أطبق العمليات هدول على الأعداد الطبيعية على الدواسيلر. رح أبلش يا أحبائي بدواسيلر لطوبلما با تشكارما إشلاملاري، يعني رح أبلش بعملية جمع وطرح الأعداد الطبيعية. طيب رح أبلش بهالأمثلة الموجودة هون. هازرميز أشار كيفيري لان إشلاملاري يا بلس، إنه خلينا نطالع حاصل جمع أو طرح الأعداد الموجودة هون. نحن بنعرف يا أحبائي أنه أنا حتى أجمع أي رقمين لازم في البداية أحطهم تحت بعض، فأحط الآحاد تحت الآحاد، والعشرات تحت العشرات، والمئات تحت المئات، والآلاف تحت الآلاف. باللغة التركية بيرلر بصمة، أونلر بصمة، يوزلر بصمة، بينلر بصمة. يعني يا أحبائي بعد ما بحط المنازل كلها تحت بعضها بجمع 4 زائد 7 قديش بطلع معي؟ 11. بحط واحد هون واحد باليد. خليني امسح اول شيء هدول هون. بكمل. قلنا 7 زائد 4 الناتج 11، واحد باليد. 1 زائد 8 9، 9 زائد 3 12. يعني بحط 2 واحد باليد. 1 زائد 9 10. 10 زائد 6 16، بحط 6، رح امسح الرقم مكتوب مظبوط، طلع معي الناتج 16. حطيت 6 1 في اليد، تمام. 10 16 اخر شيء عندي 1 زائد 1 1 2 زائد 9 11، فالناتج رح يكون هون 11621. اوم بير بين التويز يرمي بير. طيب رح انتقل للرقم اللي بعده. عندي هالثلاث أرقام بدي أجمعهم مع بعض، تمام؟ فشو بعمل في المرحلة الأولى؟ بحط البصمة كلار تحت بعضهم، يعني بيرلر بصمة تحت بيرلر، والأونلر تحت الأونلر، واليوزلر تحت اليوزلر، والما عنده مثلا بينلر بتركه فاضي. 7 زائد 3 7 10 زائد 6 16، حطيت 6 1 باليد، تمام؟ 1 و 6 7 و 0 7، 7 زائد 9 تساوي 16، 6 1 باليد. 1 زائد 1 2 زائد 2 4 زائد 1 5، بحط 5 1 باليد. طيب 1 و 5 6، 6 و 2 7، طيب حط هون 7. يعني الناتج يدبين بيشيوز 16. طيب رح نوصل حاليا كمان يا أحبائي ل الجي، شق جي. عندي هالرقمين لازم اطرحهم من بعض، يعني عندي يدي بين ساكسانيكي اكسي بين دورتيوز اليوج. فببلش بعد ما احطهم تحت بعضهم، البصمة كلار او المنازل او المنزل الاولى او الخانة الاولى تحت الخانة الاولى، لأحد تحت لأحد، والعشرات تحت العشرات، والمئات تحت المئات، والالاف تحت الالاف، وبطرحهم. 2 ناقص 3 تفاحتين، بدي اشيل منهم 3 تفاحات ما بصير، فباخذ واحد من هون. ال 8 بتصير 7 وهي بتصير 12، كانت 2 واخذت واحد من هون صارت 12. 12 ناقص 3 9، 7 ناقص 5 7، هي ناقص 5 هون، قديش بطلع الناتج؟ 2، تمام. بعدين عندي 0 ناقص 4، ما الصفر كيف داخل من 4؟ ما بقدر. فشو بعمل؟ باخذ من هون واحد، يعني السبعة هي بتصير كم؟ السبعة هون بتصير 6،
والواحد هون بدل الصفر بصير بحط له واحد بصير 10. تمام؟ طيب 10 ناقص 4، الأربعة هي بتساوي كام؟ 6، فبحط 6. بعدين عندي 6 ناقص 6 ناقص 1 كام؟ 5. فالناتج يا أحبائي 5629 5629. طيب بنتقل حاليا للأفكار الموجودة بين إيدي. مكتوب toplama işleminde verilmeyen toplamanın bulmak için toplamdan diğer toplama çıkarılır. Yani ya ahbabi لو عندي انا هالرقمين بدي اجمع مع بعضهم رح يطلع معي الناتج وهذا. تمام؟ طيب فلنفترض هذا ما اعطوني اياه، فلنفترض ما اعطوني هذا، فانا بهي الحاله شو بعمل يا رفقاتي؟ بهي الحاله بقول باخذ عكس الاشاره هي. شو عكس الجمع؟ الطرح. يعني بدل ما اقول كان عندي مثلا 8000 هون 8451 artı 6742 طلع معي الناتج قد هون 15193. فشو بعمل يا احبائي؟ اذا في حال ما اعطوني مثلا رقم هاد، بطرح بقول انه هذا الرقم هاد ناقص هذا الرقم كما كنتم شايفين هون. تمام؟ فبهي الحاله هي بطالع الرقم الموجود هون. تمام؟ اخذت عمليه شو؟ عمليه طرح بيناتهم. طرح شو من شو؟ طرح العدد هاد من العدد الكبير اللي تحت من الناتج من توبلاما، فبسمي هاد توبلانان، والعدد الموجود هون كمان توبلانان، وبسمي هون توبلان. طيب الملاحظه الثانيه يا احبائي، انا لو عندي مثلا رقمين مثل ما كنتم شايفين بدي اطرحهم من بعضهم، فبسمي الرقم الاول اكسيلان، بسمي الرقم الثاني تشيكان، بسمي الاخير بتطالع معي هون الفرق. اذا هون بسميه، فببلش اول شيء مثل ما اتفقنا بحطهم تحت بعض وبطالع النتيجه 3 ناقص 1 2 4 ناقص 6، باخذ واحد من هون وبحطه بصير 14، 14 ناقص 6 8، وبكمل على هذا الاساس. طيب يا احبائي لو فلنفترض هون مثلا ما اعطوني العدد الموجود هون. تمام؟ العدد هاد خفوه، قالوا لي طالع الرقم الموجود هون. فأنا كيف رح أطالع الرقم الموجود هون؟ مباشرة باخذ عكس الإشارة هي مثل ما عملت هون. تمام؟ عكس الإشارة، إشارة السالب هي الموجب، فبقول إنه العدد هاد زائد العدد هاد رح يعطيني الرقم الموجود هون. تمام؟ فبهي الطريقة أنا بقدر أطالع الرقم المخفي أو الرقم الموجود هون. تمام يا أحبائي؟ طيب في عندي كمان فكرة جديدة واللي هي فكرة التهمين الائتماك. التهمين الائتماك شو معنى التهمين الائتماك يا أصدقائي؟ معناها إني أتوقع نتيجة جمع عددين، يعني عددين بدي أجمعهم مع بعضهم مثلا هون 9643 زائد مثلا 4282. فأنا يعني بعملية ذهنية سريعة بحاول أطالع نتيجة قريبة من الجواب. فأنا حتى أتوقع النتيجة لازم أعتمد شيء اسمه يور لما، أشتغل عليه. شو معناته يور لما؟ معناته التقريب. طيب تعالوا نتفق أو نتعلم شو معناته التقريب. أنا في عندي أنواع للتقريب يا أصدقائي، يعني عندي هون أونلار بصمانا يور لما، وعندي يوزلار بصمانا يور لما، وعندي بينلار بصمانا يور لما. طيب رح ابلش انا بالاونلار. شو معناتها اونلار؟ يعني مثلا رح انطلق من اون، مو اونلار، رح ابلش بالاون. اون مكون من رقمين، فباخذ الرقم الثاني. لو قلت لك مثلا اعمل لي اونلار اونلار بصمانا يور لما، فرح ابلش انا بقسم الثاني بالاونلار. تمام؟ رح اخذ السبعه، رح اشتغل عليها، بطلع على يمين السبعه، هون على يمينها الرقم هاد. هل الرقم هاد اكبر من خمسه ولا يساوي الخمسه، ولا اكبر ولا اصغر ولا يساوي؟ فبطلع انا الاثنين اصغر من الخمسه، بما انه اصغر من الخمسه شو بعمل؟ بحط صفر محله. ليش؟ اذا اصغر من الخمسه بضيف صفر محله مباشر، صار عندي الناتج هون بدل 3572 صار عندي 3570. هذا شو عملنا له؟ يوار لما. عملنا شو؟ يوار لما. طيب رح انتقل انا للقسم الثاني.
للقسم الثاني لا ليوزلر بصماني ورلما، يعني رح أطلع أنا على قسم الشو اليوزلر، هون بيرلر هون أونلر هون يوزلر، فباخذ الخمسة أحشتغل عليها، بطلع على يمين الخمسة شو في عندي، السبعة. السبعة أكبر من الخمسة ولا أصغر من الخمسة ولا تساوي الخمسة؟ السبعة أكبر من الخمسة، فبالتالي شو بعمل؟ بضيف واحد على الخمسة هون وبحط محل هدول الصفرين. شوف لاحظتوا شو عملنا؟ ضفت على الخمسة واحد، ليش؟ لأنه السبعة أكبر من الخمسة، صار عندي هون ستة بحط ضد هدول الصفرين. طيب يا أحبائي، لو أنا بدي أعمل البينلر بصماء، بالبينلر بصماء بطلع على قسم البينلر، هون بيرلر أونلر يوزلر بينلر، بطلع قسم البينلر، بطلع على يمين الرقم شو في عندي، خمسة. الخمسة أكبر من الخمسة ولا يساوي الخمسة، وتساوي الخمسة ولا أصغر من الخمسة؟ الخمسة تساوي الخمسة مثل ما كنا شايفين هون، تساوي الخمسة، فبالتالي بضيف واحد كمان، يعني الثلاثة بتصير أربعة، بحط بدل هدول أصفار، صار عندي الثلاثة صارت أربعة وحطيت ثلاث أصفار محلهم. فهون عملت أنا بينلر بصماني ورلما، يعني أنا دائما باخذ الرقم اللي بدي أشتغل عليه، مثلا هون بدي أشتغل على ألي أونلر، بدي أشتغل على الرقم الثاني، هون بدي أشتغل على الرقم الثالث، ليش؟ لأني ألي يوزلر، هون ألي بينلر بدي أشتغل على الرقم الرابع، باخذ الرقم اللي بدي أشتغل عليه وبطلع على يمينه، إذا الرقم أصغر من الخمسة ما بعمل شيء، ما بضيف شيء هون، بحط صفر وبمشي مثل ما عملت أنا هون، تمام؟ شوفوا حطيت صفر وما ضفت شيء على الرقم اللي بدي أشتغل عليه. طيب لو كان الرقم الموجود هون تساوي الخمسة، تساوي الخمسة أو أكبر من الخمسة، تمام؟ فشو بعمل بهي الحالة؟ بضيف واحد، بضيف واحد هون، وشو بعمل؟ بحط أصفار محل الأرقام الباقية هون على يمين الرقم. يعني مثلا هون مثل ما كنا شايفين، بما انه السبعة اكبر من الخمسة فبضيف واحد على الخمسة وبحط محل هدول الرقمين صفرين، هون بطلع عندي هون خمسة، بما انه بتساوي الخمسة فبضيف واحد على الرقم الموجود هون وبحط محل هدول ثلاث اصفار. طيب انتقل حاليا للفكرة اللي بعدها يا احبائي. عندي هون يا اصدقائي بهذا المثال بيرليكتا يا طالم ايج، فعندي يا أحبائي كابين بير موزيي يلن ilk 6 ayında 43.021 kişi، ikinci 6 ayında 36.715 kişi ziyaret etmiştir. يعني في عندي متحف، شو معناته متحف؟ يعني المحل اللي بنحط فيه الشغلات الآثار القديمة. فأول 6 أشهر من السنة دخل على المتحف 43.021 شخص، بالنصف الثاني من العام أو من السنة دخل 36715. شو مطلوب مني؟ بموزي بير يلدا توبلام كاش كشينين زيارة التيني بولالم، يعني خلينا نحسب عدد الأشخاص اللي دخلوا على المتحف خلال عام كامل خلال السنة، فعندي بجمع هدول مع بعضهم، معناها هدول بأول 6 أشهر وهدول في تاني 6 أشهر، بجمع مع بعض مشان أحصل على عدد الزوار، بحطهم تحت بعض مثل ما اتفقنا، بدي اجمعهم وبحطهم تحت بعض، الاحاد تحت الاحاد والعشرات تحت العشرات والمئات تحت المئات والالاف تحت الالاف، وبطالع النتيجة 1 زائد 5 6، 2 زائد 1 3، 0 زائد 7 7، 3 زائد 6 9، 4 زائد 3 7، فالناتج هو يا احبائي 79,736. طيب رح انتقل حاليا للمثال اللي بعده. فبالمثال اللي بعده يا احبائي هون بيركتا بالندرت موجود عندي 2016 yılında كزلايا اورتا كاراديز بولجاسي كان مركزinden 92923 باطي انادولو، طبعا هذا الرقم رح اخذه هيك، وعندي باطي انادولو بولجاسي كان مركزinden 79180 Doğu Anadolu bölgesi kan merkezinden ise 51.874 ünite kan bağışı yapıldığına göre bu üç bölgesinden 2016 yılında
kaç ünite bağış, bağış yapıldığını bulalım. Yani عندي أنا مراكز التبرع بالدم التابعة لمين؟ الكزلاي للهلال الأحمر، هي جهة حكومية تمام؟ فعندي في منطقة البحر المتوسط في تركيا، يعني بهالمنطقة هاي بكارادينيس، عفوا بال بالكارادينيس أورتا كارادينيس بالقسم ده في منطقة البحر الأسود، أخذين 92,923 وحدة، وفي منطقة الأناضولو الغربية أخذين 79,180، وفي منطقة الأناضولو الشرقية أخذين 51,874 نقطة لتوزيع التبرع بالدماء. تمام؟ فمطلوب مني أن أحسب عام 2016 كم وحدة للتبرع بالدم عاملين. فأنا بجمع هاد مع هاد مع هذا الرقم، بحصل على عدد مراكز التبرع بالدم. فبجمع هالاعداد الثلاثه مع بعضهم مثل ما انتم شايفين، بحطهم تحت بعض، بحط الخانات والمنازل او البصمات تحت بعضهم وبجمع 3 + 0 + 3 + 4 = 7، حطيت 7. بعدين بنتقل للخطوه الثانيه. تمام؟ عندي 2 + 8 = 10 + 7 = 17، حطيت 7 وبحط بالمركز بالمرتبة اللي بعدها هون بحط 1. شايفين هون حطيت 1 مثل ما كن شايفين. طيب بجمعه 1 + 9 = 10 + 1 = 11 + 8 = 19، حطيت 9 وبحط بالخانة اللي بعدها هون فوق 2 بحط 1. بعدين بجمع 1 + 2 = 3 + 9 = 12 + 1 = 13، حطيت 3 وحطيت 1 باليد. برجع بجمع 1 + 10 + 7 = 17 + 5 = 22، فحطيت 22. فشو صار عندي الناتج يا احبائي؟ عندي التوبلام 223,977 223,977، هاد ناتج جمع هالثلاث ارقام مع بعضها. طيب بنتقل يا احبائي للفكرة اللي بعدها. عندي هون يا احبائي مكتوب الكيميزدا بهذا المثال، هذا بالكتاب بالميد مكتوب الكيميزدا يلدا 743 مليون طن toprağı erozyon sonucu kaybediyoruz. Toprak kaybını önlemek için yapılan bir ağaç dikme projesinde bir yılda kaç toplam 52,468 ağaç dikilmiştir. Yani limukafahat khatar انجراف التربه تم زراعه قديش؟ تم زراعه 52,468 الف شجره. تمام؟ عفوا 52,468 شجره. طيب بنكمل، هاي شو بالسنه؟ بالعام الواحد عم بيزرعوا 52,468. إلك يدايضا يعني في أول 7 أشهر من السنة، يعني السنة عبارة عن 12 شهر. تمام؟ السنة عبارة عن 12 شهر، في أول 7 أشهر منهم تم زراعة قديش؟ 37,893 ağaç dikildiğine göre kalan sürede ne kadar ağaç dikildiğini bulalım. Yani خلال أول 7 أشهر تم زراعة كم؟ 37,893. مطلوب مني انه بالوقت الباقي، يعني بالست اشهر الباقيات او بالخمسة اشهر الباقيات قديش رح يزرعوا اشجار؟ فهن بالسنه الكامله عم يزرعوا 52,000، خلال 7 أشهر زرعوا 37,000، قديش باقي؟ فبطرحهم هذول من بعضهم، طبعا الناتج بقول لي كيبين ديرتيوز 68 اكسي 37,893، بحط منازل تحت بعضهم، البيرلار تحت بيرلار والاونر تحت الاونر، وبكمل 8 + 3 = 5 6 + 9 ما بقدر اخذ من هنا، 6 اصغر من 9 فباخذ 1 من العدد اللي جنبه. ال 4 بتصير كم؟ بتصير 3، يعني ال 6 بتصير 16، ليش؟ لان اخذت 1 من هون، وال 4 بتصير 3، 16 + 9 = 7، 3 + 8 = 3 اصغر من 8، لذلك ما فينا نطرح، فباخذ 1 من هون.
هي صارت واحد، الاثنين صارت واحد، والثلاثة صارت 13 مثل ما كنتم شايفين هون. 13 ناقص 8 5، طلع عندي 1، 1 ناقص 7 هون، الواحد أصغر من 7 فباخذ هي بتصير 4 وهي بتصير 11. ليش؟ هي عطى 1 لأنه صار عندي 11 ناقص 7 4، 4 ناقص 3 1 مثل ما كنتم شايفين. فالناتج رح يكون أوندورت بين بيشوس يتمش بيش آج، يعني 14575 شجرة راح يزرع. وهيك يا أحبائي منكون خلصنا درسنا لهذا اليوم، ووصلنا لفكرة جديدة واللي هي الزيندان توبلا باتش كارما إشلامي، يعني جمع وطرح الأعداد الطبيعية باستخدام طريقة ذهنية. شو معناتها باستخدام طريقة ذهنية؟ رح نعرف معناها بالدرس القادم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.